أهلا وسهلا فيكم في بلوجات لندن، إن شاء الله تنبسطون هذا أسبوع. وأنا هناك obviously أنا الحين مطار الرياض، كنت قاعدة أتفرج بريجيت جونز دايري، شفت كل الأفلام حقتها وأنا بالطيارة on my way there. أول يوم كان مرة تشيل، بس قعدنا كذا سوينا اللندن آي ورحنا على a river Thames cruise. صباح الخير، day 2 بلندن. الحين بنروح للبوكينغهام بالاس لأن نوري أخوي changing of the guards، وبعدين بنروح بلانك ستريت، وبعدين نروح شوبينغ وكل هالأشياء. معي الميكروفون حقي، بس شوي خايفة أطلع، عرفتوا؟ قلت خلاص ما دام إن إحنا الحين بهايد بارك قاعدين نتمشى وكل شيء، like it'll be fine، إنكم تقدرون تسمعوني إن شاء الله. وبس خايفة كذا مع الزحمة، عرفتوا؟ كذا ليش مصورت أمس؟ لأن كنا عند لندن آي وكذا، وما كنت أبي الناس فجأة يجون ياخذون كاميرتي أو جوالي أو اللي هو، عرفتوا؟ فا يا لنا تقريبا ساعة جو ماركس اند سبنسرز. أنا جاهزة أطلع، ما أدري وين أهلي. قالوا لي إنهم بعد بالدور الثاني، المهم فا I'm looking for them وإن شاء الله نطلع قريب. بس يا أظن بنروح دايسون كمان، لأن أمي شافت الترافل باك حقي للدايسون وقالت شلون جالي وحدة، فبنروح لبعد هالمكان. يمكن نروح نورث فيس لأن أخوي ناسي يجيب تيكيت معاه للندن. So yeah، وبرد برا فلازم نشتري تيكيت. صباح الخير، day 3 بلندن. وجالي خبر مرة حلو إن البيجامز إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله they're gonna be ready for August، فاللونش الثاني، لأن كل الأشياء إذا تروحين على الموقع والأشياء unavailable، فالريستوك راح يكون بأوغست. ومرة متحمسة، فهذا البيبي تيز التوتس والبيجامز والفون كيسز as well، فا I'm so excited for that. فإن شاء الله أعلمكم like a better date وهالأشياء لما أعرف. وإيه بس المهم اليوم رح يكون يوم مرة حلو إن شاء الله، شوبينج داي. والمهم بجيبكم معي نروح لندن نشوف أشياء. صراحة أمس مشينا مرة كثير، واليوم اللي قبله مشينا، اليوم اللي قبله مشينا أكثر من 20,000 خطوة، وأمس مشينا 17,000 وما أدري 18,000. فاليوم أعرف رح نمشي كثير، وهالمرة بوريكم. عشان آخر كم يوم كنت مرة خايفة أطلع كاميرتي وجوالي وأصور، بس خلاص الحين عرفت ليك خلاص I'm used to the vibe وهالأشياء، فأعرف متى أطلع جوالي متى ما أطلع، عرفتوا؟ هاي تو خلص، I'm ready for the day. قلت قبل ما أطلع باكل. أمس رحت جوين لجوس، طلبت لي تونا كادو، مو تونا كادو، تركي. طلبت تركي وضفت عليه الأفوكادو، فباكل الحين قبل ما أطلع، لأن أهلي راحوا للفطور حق الفندق. I was like oh، وتو يعني ما أدري خلصت و like الحين بيخلص الفطور، عرفتوا؟ وكنت مشاهية هذا أكثر. anyways no one cares إيش أنا باكل هذا بدال أكل الفندق، بس إني أبي أكل هذه. وبعدين بعدها بنطلع. I just got ready. I'm really happy with كيف طلع my makeup. Obviously صورت على تيك توك وهالأشياء، فبحط لكم الآت إذا ما تعرفونه، بس I feel like أغلبكم جايين من تيك توك. المهم بتفرج How I Met Your Father الموسم الثاني، لأن الآب حقي ما كان قاعد يشتغل لما كنت برياض، بس الحين يشتغل وأنا الحين بالUK. فقلت قبل ما أطلع من بريطانيا لأن بروح فرنسا مع my friends، لأن بروح فرنسا مع البنات، بحمل كل المسلسلات والموفيز اللي أبي أتفرجهم عشان أقل like it's downloaded، حتى يعني قبل ما رحت فرنسا صار نفس الشيء اللي صار برياض، اللي ما يمديني أدخل وأشوف أشياء جديدة. فا يا أهلا، كيفكم؟ فأنا وفيصل الحين رايحين بنروح بلانك ستريت كافي، بناخذ قهوتنا، ننتظر أمي. أمي الحين بسلفجز، أظن يا إنها شي شوبينج يا إنها بتسوي شعرها. المهم فإحنا تونا نطلع وبنقابلها بعد شوي. اوكي توصلنا هايد بارك، كنا بسنت جيمس بارك، والحين بنمشي نروح بلانك ستريت مثل ما قلت لكم. So beautiful، مرة حلو، مرة متحمسة لحديقة الملك سلمان. صراحة أحس رح يطلع شكلهم مرة خيال. Really, they're so cute. Shuffle. We're gonna get these today.
اوكي فهذه كنا شوي لك بني عنابي، صراحة اقول عنابي بس تو شريتهم باللون الاسود. I'm so happy they're so cute. قاعدة اوري امي ان هذا هو الليب بام حقي، بس ما عندهم اللون اللي ما عندهم اللون اللي عادة استخدمه، وهذا الجت لاج ماسك بس like the mini version. تو ودعنا متها، وصار لنا أظن تقريباً 20 دقيقة وإحنا نتمشى، ودعنا باريس ونحن نرجع الهوتيل. المشكلة الطريق كامل وإحنا مشيناها قاعد رجعنا فيه، تخيل فطلعنا رحنا الطريق الغلط. لحد يعني أمي لأن أنا مسك ما إيه أعرف كيف رجعنا. صباح الخير، فاحنا الحين بفطور، جبتكم الفطور اليوم معانا. ما ادري عاده I'm not hungry يعني وقت فطور وكذا، فبس اليوم شفت احد طلب اومليت وشكله مره حلو بيطلب الاومليت as well. ويا احتاج اسوي اظافيري because I've like grown out وكذا، ف today we're gonna look for a salon. وكمان أبي أسوي my eyelashes، أبي أسوي lash lift قبل ما أسافر وكذا مع my friends. المهم وتخيلوا اليوم بيطلع كتاب reckless، مرة متحمسة، فهو ثاني كتاب من السيريز و I'm so excited. اليوم ال release day، فبنروح المكتبة نشتري الكتاب as well. مرة فرحانة، تخيلوا لقيت الكتاب، تخيلوا ما طلعوها، فرحت برا يعني رحت ورا الستورج المستودع وأخذت لي. I'm so happy. فبنبدأ نقرأ اليوم، مرة متحمسة بشكل مو طبيعي، كذا لونه أحمر وكذا. I'm so happy. Okay، فالحين we're just like looking around the bookstore، نشوف كتب زيادة و إيه هذا هو. مرة فرحانة، أظن بعدها بنروح كافيه. فتصورنا مع الأحسن، أنا ما صورت صورت أهلي. المهم الحين بنوري أخوي 10 Downing Street like شارع الـ Prime Minister كذا، بس أظن مسكر، بس like just to see عرفتو بس كذا. اوكي جينا جويارد، أبي أشيك على الشنطة وبعدين بنروح Selfridges afterwards. اوكي فجينا مطعم بالسلفريدجز فود هول، و ماي فاميلي ما ادري فيصل طلب سالمون بيجل. دو يو لايك ات فيصل؟ يا اذن وات ديد يو اوردر؟ ذا سنيتسل ساندويتش. السنيتسل ساندويتش شكله مره حلو بس مره كبير، وانا طلبت شوربه ما ادري مره عجبني لايك ذا ساوند اوف ات، وكذا شوربه دجاج مع خضروات ونودلز. فا يا هذا هو. المهم نتغدى الحين وبعدين بنشوف كم أحد ثاني inside Selfridges. ما أدري أختي تبي فستان، فبنشوف إذا عندهم يا، وكمان أبي أشوف البوكستور حقتهم اللي هو هنا. و that's what we're doing so far. ترى يوم مختلف بس لابسة نفس الشيء، لأن هذا جاكيتي الوحيد اللي جبت معي. مرة برد. صباح الخير، تو سويت دايسن شعري، عندي موعد أظافر، رموشي، حواجبي، كل شيء اليوم. كمان بقابل صديقتي نورا قاعدة مطر برا، فأخذت مظلة من الريسبشن. المهم بشيل هذولي وجاهز أطلع. هذا هو بوريكم كذا في التشيك، ما عندي أي ملابس دافية، أمي أخذت الدنم جاكيت رجعت للرياض، فأنا بس عندي this long sleeve shirt لابسة تحتها literally a tank top عشان أتدفى شوي، وعندي ال polo sweater حقي. فإن شاء الله that's enough. بس يا خلنا نمشي للسلفريدجز.
وهو تقريبا ياخذ 50 دقيقة لأن أنا قاعدة كذا بوستمنستر ولازم أمشي like all the way to Mayfair وكذا. بس I'm really excited عشان بقابل نورا. بس ما راح أسوي my makeup لأن مثل ما قلت لكم all the things I'm doing يعني رموش وكذا يعني ما يحتاج مسكرة. حواجبي we're getting them done فإن شاء الله يمكن أجيب معاي my blush. بس شوفوا عندي حبة هنا. المهم يمكن أجيب معاي my blush وقلم حواجبي and that should be تتذكرون كيف قلت لكم انه مره برد؟ لا مره حر. كنت احتاج افك الجمبر حقي اظن اول ما ادخل سلفجز التانك توب بشيله بحطه بشنطتي. المهم الحين بروح بلانك ستريت حتى لو شفت بنات امس ماشيين مع رالف الكوفي مره ابي اجربه فيمكن بكره او تدي اروح مع نوره. بس المهم كنت اخذ قهوه لان اكلت كروسونت بالهوتيل بس لين الحين ما شربت قهوتي ويا فالحين بسوي حواجبي هي حطوا لي آي باتشز بس كذا هو بس راح نرتبه بس وجهي وحواجبي أحمر ومفقع بس عادي الحين بختار لون أظافري. أظافري موعدة بثلاث ساعات تقريبا وبسوي رموشي لاش ليفت الساعة 2 وياخد تقريبا ساعة فبخلص على الساعة 3 بس نورة قالت إنها بتجي كذا بعدها anyways بقعد هنا بختار اللون بشرب قهوتي وبنتظر. اوكي يلا قاعد ناظروني. اوكي فانا لسه جوا سيلفريدجز بس الحين بنسوي اللاش ليفت حقي. انا ونورا بس قاعد نقرر وين نروح ناكل ستيك وين نتعشى فقلنا ستيك ويا هذا هو New location unlock جايين بلانك ستريت. ما كان في أي فايدة إني سويت دايسون شعري. المهم قلت على بال ما تجي نورة أعلمكم little recap الأشياء اللي سويناها. فسويت my eyebrows I got them waxed وبعدين سويت رموشي سويت eyelash lift ومرة فرحانة بالنتيجة. ما أحسب إن تشوفون مع النظارة بس بوريكم بعدين. المهم وبعدين وأنا طالعة مشيت حول like I walked past Jisoo. أنا فجأةً I was like oh هذا مرة cute كذا اللب حقتهم. فبعدين جت قالت إن إيه إذا تشترين شيء ثاني يجيك like hair mask for free. وأنا مثل ما قلت لكم من يوم راح أحتاج hair oil عشان مثل ما تشوفون الفريز إن شاء الله يساعد من كمان مع like تقول إنه من كمان يساعد مع الهيت. فشريت الأويل ويا فنجربه مع بعض سويكم هول لما نرجع. بس عشان ما ابي اطلع كل اشيائي واترك كاميرتي يعني انا الحين ماسك كاميرتي بس ما ابي انزله لان شوي خايفه احد يجي يعرف ياخذه. المهم لاني بالكافيه بس كذا قاعده برا عرفتوا مثل ما تشوفون انا قاعده برا بالكافيه. المهم بنتظر نوره تجي. ابي اقعد جوا لان احتاج اشحن جوالي على 7% و our reservation للمطعم الساعه 9:30 والحين والحين تقريبا الساعة 4 ف لا امسح قريت الوقت غلط مريت في الشيء او ماي جاد او ماي هذا. الحين الساعة كذا 3:30 و الريزرفيشن الساعة 9:45 ف I don't think 7% راح يقعد معي لين الساعة 9 عرفت 6 ساعات. المهم وبعدين ماي نيل ابوينتمنت الساعة 5:15 لازم نرجع. المهم يا ودخلت ماركس اند سبنسرز شريت شراب بس ما صورت لكم لان شراب شريت الشراب عشان جزمه امس اللي شريت ذيز ريلي كيوت فلاتس وانهم احمر بس انهم ما جاب مع الدست باج وما بيهم يوم اخشون جو شنطتي فبحطهم جو الشراب اللي تو شريتها تو كيب ذم سيف ترافل هاك والحين قاعد يمطر. اوكي نيل تشيك مرة عجبني لون المانيكير اليوم رحت سويت أظافري مرة ثانية وبعد ما سويت أديت الفلوج اخترت اللون again فI love this nail polish. ما عجبني الماتشا as much ما أدري يمكن كنت أحتاج سويتنر زيادة أو شيء زي كذا بس ما أدري جربوه إذا تبون جربونه. I got this bag I got it I love it I'm obsessed with her. okay فا شريت شنطة ما كنت أحتاجها بس شريتها Oh, it's so cute. المهم إحنا الحين لساتنا مسالفجز ما طلعنا لازم أطلع قبل ما I buy something else. المهم we're just like looking at little books
وقاعد اشوف اذا كتاب البوك كلب هنا بس يا اه هذا كتاب لا تقرينا if he had been with me مره شين مره خايس anyways دينا فلات ايرون مدري وين بس فلات ايرون I don't know اه انا هسه ذا المهم والحمد لله لقينا طاولة مو برا احنا اخر طاولة نقدر نقعد برا قالت الليدي شكرا للبنت اللي حجزت ولا جت on time لان اخذنا طاولتك بس انها ما جت ف like it's fine صباح الخير اوكي اليوم بشوف لطيفة وسوسو I'm so excited اليوم آخر يوم قبل ما يجون my friends من سيدني ونبدأ our Euro travel مرة متحمسة طيب توني صاحي من النوم لازم اتجهز شكتها مرة برد برا عارف اني قلت كذا أمس وطلع it wasn't بس like ناس في شكلها هواء يعني شعرها البنت اللي قاعد اشوفها بالشارع الحين it's like everywhere فخلني البس شي دافي يمكن البس I'm so excited لازم اوريكم haul وريتكم الشنطة اللي شريتها امس anyways في اشياء كثيرة where I'm like maybe I'll wear this لان it's so cute شريت جزمة حمراء ما ادري اذا وريتكم او لا بسوي لكم haul بس المهم شريت جزمة حمراء وعندي بنطلون سوداء وعندي بلوزة حمراء like, بس أحس برا برا برد إنه cause it's like a vest you know المهم والليلة بسوي كذا like a little إيش اسمه like self care reset كذا كذا قبل ما أشوف my friends لأن اليوم آخر ليلة أنا كذا like by myself لست أسابيع ف كنت بطلع like I see my friends وكذا بس like كنت بحلل my alone time قبل ما أشوف the girlies حتى لو like I love them وكل شيء بس like استوعبت إن كذا بس بالذات إني like أنا بسدني أعيش لحالي وكل شيء but like it's just nice to just be شوية يعني مع نفسي ما أدري I'm just خايفة though and because like I'm getting ready for bed بس that's fine مدري I need to not touch my eyelash okay فأحس بسوي دايسن شعري و I'll get ready أبي أصور الهول مع الإضاءة الحلوة وبعدين بطلع وأقابل البنات بنوتنغ هيل إي صح ما قلت لكم بنروح نوتنغ هيل اليوم I'm so excited شوي I'm stressed out الآن عندي فلوقات كثيرة ما سويتها لأدت ف إن شاء الله that'll be fine and I'll just edit them ونسويهم upload you know yeah هذا هو بس بفطر الحين my little chocolate croissant أمي شرت فيها حطتها في الميكرويف عشان هي رايحة إن I have something to eat هو صراحة بس أبي أكل عشان أبي أخذ الفيتامينز حقي وإذا أخذتها بدون ما أكل like literally it's like the worst feeling in the world ما أدري ليش يصير خلنا نفطر ومعي my little أسفة قاعد أشوف إنه شلون بوصل Notting Hill هذا sparkling water okay وصلت ما ضعت على التوب الحمد لله والحين بقابل البنات بجون الجوس مثل ما قلت لكم رايحين البورتوبيلو نوتنغ هيل ماركت اليوم و وقف المطر الحمد لله انها يعني مدينا نتمشى وكذا شوي و دخلنا محل بشتري هذول البوست كاردز سارة بتشتري نفس we're gonna get the same one عشان هذه بنحطها in our travel journals yeah This is so cute, the keychain. مرة عجبني. This is my nail. لقينا محل يبيعون shell rings وشوف صورة لطيفة. أحس في البحر. مال بس. أو رمضان بس. I don't know. Is it cute? إيه ولا لا.
إذا بتروحون لندن مرة أنصحكم تسوون هذا as like an activity, a day out. المهم تروحون تبدأون مثلا بنوتنغ هيل ماركت تتمشون تشوفون إيش إذا تبون شيء. هو مدري بس هم مرة حلو إنك بتتمشين بالماركت وبعدين رحنا كوفي شوب فأخذنا our coffee and we had it there وبعدين رحنا الحديقة و we saw these swans and they're so cute. We're just picking up our bikes. قلت لهم ناخذ electric bikes عشان تكون شوي أسهل. Oh, we're gonna ride around Kensington Park. فطلعنا من البارك لأن حاولنا نحمل حملنا الآب سوينا كل شيء رفضوا كروتنا رفضوا المهم أوه بسم الله بسم الله ليش حق الناس أوكي الحين بنحاول نستعمل حق أوبر لأن جينا كثار وبنرجع نمشيهم للبارك بس لايم إيه بس هذه لايم أوبر يا تخيلوا كنا قاعد ندور على سارة طلعي طول الوقت وهي قاعدة هنا وأنا ولطيفة لا أحس إنك قاعد تتمشين اللي تخيلوا أحد لابس أبيض منك إذا سارة المهم وبعدين we're riding our bikes مرة حلو مرة أنصحكم تسوونه فأنا ولطيفة أخذنا line bikes و we were just cycling around مرة انبسطت it was so much fun أنا ولطيفة كمان تسابقنا وفزت بالسباق المهم it was just such a fun day صراحة هذه الذكريات بتذكرها لطول حياتي الحمد لله I love my friends guys تبغون أحد things هذه صوتي راح فيها وبعدين chicken okay جينا باو نتعشى أكله مرة لذيذ it's so yummy قاعدين برا الجو مرة حلو في واحد قاعد يلعب it's very nice vibes